لي كلامو صباح النور، عرفتي هاد الحلوة؟ عشقي 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 عشقي. بون هادي معمرة بالتمر، غوز معمرة بالتمر، وهاد الخضرة معمرة بالبيستاش. شوفو نفاتيك كتولي ما بو ترونسبارونت. بون كلامو، هنايا درت التومة الماء، وغادي نخلطها مع أوراق السدر. عرفتي البنات الشيطان اش قال ليا؟ قال لي متزوجيش هذوك اللي كيعيطوا عليك، حتى نجيب ليهم ندير لهم الفقصه. تجاوبش خشي ما تجاوبش لي كوبين، كنقول لهم حقكم في الجنه. بعد ما درت هاديك كندير الزيت ذهب، الزيت المعلومه ديالي. اخر طنطاتيف مع شعري، من بعدا نقدر ندير لي قطعه بسم بوسيل. بديت زارت شويه، قلت لها واش عندك الفطور؟ قالت لي ايه. قلت لها حطها في الطبق؟ قالت لي ايه. قلت لها انتبه نعطيك شويه ديال اوراق السدر والزيت ديال الكلامور. قلت لها عاود ديرها لشعرك ونمشى نفطر عندك. قالت لي يلا اجي. قلت لها باش ما تقولش فطرتيني فابور. قلت لها ايوا صافي انا غادي. هاد السدر اللي درتي لي الشوا لي كلاموخ، صباح النور والورد والياسمين. مازال ما بديتش الريتم ديالي ديال الخدمه، ومازال ما بديتش لي كولاب. باقي واحد اليومين اوجوردي غادي نمشي ندير ميزونغ، ندير مي سيل، نقعد الجمال يا بخي يا بخي. فوالا بخي، غادي نكون في لابوتيك كازا توت لا جورني. لي كلاموخ، شوفو زادوخ، فريمون جادور جادور هاد الزفير في كاع الروسيات، و زعما طوب 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 طوب. فدروكا عندي واحد خدمت واحد البوست ديال قهيوة، لي طون كنبدا الرموش ديالي. ايماجيني شحال الرموش بقاو ليا، دروكا انا مكاينينش، باغي كيلكو زون. و صبحت بزاف 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 حيت عرفت انا نصنعو في كازا. هدايا راني كدوب ولا راك جاو بزاف الناس، وبزاف فيكم جاو قالوا لي شكرا. فغيمون فغيمون جبتي بدفارك مهرسي نشوف كي كيولي. وعرفتي انا كي جيت بدفاري حالتو، جيتي بهم توالي يعني فغيمون فغيمون كان انا غير ستيل ديالو، كيفاش مسدود وكيفاش زوين وكيفاش انتي من الداخل وكيفاش تبارك الله عليهم. وفيه غير روسيات، ما فيش مغربيات، مي زابار مغربيات اللي كاينين في لاكين، غير روسيات اللي كيخدمو لك سواء مانيكور بيتيكور ولا غرموش ولا البرولي ليفت، غير روسيات. صديق البنات الحيد هادو صابخون نص ساعة، والاخرين صابخون واحد ساعتين ونص. المهم غادي نغيب، غادي نفكر فكر اختي في المشاريع ديالي الخاصة، ديك كوكاكولا الاسهم اللي شريت فيها وما بغيتش نقولها لكم. يلا بيزو باي. لي كلاموخ، شوفو سوغ انا كياخد الوقت، مي جادوغ جادوغ دو شي جادوغ جادوغ فريمون جادوغ جادوغ جادوغ. شوف شوف الشويبات، شوف واش الشويبات
لي غلامور زوينه تعرفوا نقعدوا باغلي لي غلامور زوينه عرفتي شنو صاحبتي درت لها واحد الشقمه عالميه وقبل ما تجاوبني وانا نتلخ ستوري باش ما تجاوبني وبغيت نبقى مع ستوري شي 30 عام يا ربي يكون مطول باش ما تجاوبنيش يا ربي المهم ردوا الله النهار كامل ايوا جاو عندي وجات واحد مرات الكيوزه كتبع الكيوزه واش درت منها المهم راه انايا المهم البنات انقذوني 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 واش في كازا باغا تعرف لي تهضري وري اخت الله يعز جوجل ماب الله يعز الويز هي هادي هي هادي ايوا شنو غادي نعلق لك الميداليه لا ولكن كتقول لي ماشي هي هادي الطريق وري على الاقل قلت لك اختي ولي هو بشويه اختي انا ولزي جات اليوم باغ توحشت صراحه سي ان كونسيبت لي زوين ولقيته في لقيت هاد لي كونسيبت كاينين في الدول هلا 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 بالنسبه للناس اللي كيسولوني على وقتاش غادي نرجع لي كولاب ولا وقتاش غادي نبدا نخدم انا غادي نحط لكم دروكا واحد لو نيميرو بالنسبه لي بوبليسيتي لي كولابوراسيون ان شاء الله غادي يبداو ا بارتير دو لا سيمين بروشين سي تادير كو باقي عندي هاد لا سيمين هادي فري باقي كنبارطاجي معاكم على مزاجي ماشي على مزاجي يعني باقي عندي دي فري ا بارتير دو لاندي جو روبرون ان شاء الله الخدمه ديالي يعني لو برومي غادي تكون لو برومي سيبتمبر جو روبرون لي كولاب سواء مع لي كونترا اللي كنت ثانيه قبل ولا لي كونترا جداد سينو جو ابار جو كولاب خليكم معايا انا كاينه في اليوم البنات اللي كيقلب على شي ميزي بديت شي تلفري ماكله ديال تلفري نجيو ليو با شوف يسوقوا هاد الوقيته اي اون بلوس كيحلوا من 12 حتى 2 د الليل نو ستوب تقدري تاكلي في اي وقيته تاخدي ان كافي تجلسي ترونكيل كاين لي سباس فيمور كاين لي سباس نون فيمور كاين لا تيراس زوينه 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 لي غلامور Je suis trop fatiguée. Du coup, je dois reprendre le rythme d'Ali, d'Annas Bakri, Fiak Bakri et le sport. Bonne nuit. Demain, Inch'Allah, récolte le live ce soir. Les glamour. Je me sens fatiguée. Je suis trop fatiguée. Du coup, je dois reprendre le rythme d'Ali, d'Annas Bakri, Fiak Bakri et le sport. Bonne nuit. Demain, Inch'Allah, récolte le live ce soir.